بص كده البتاع كلها، المادة اللي اتحط عليها كلها كلها، واخد بالك من لون المادة؟ الكرشة اتاكلت. متابعين بتسألني ايه المادة اللي بتتحط على الكرشة عشان خاطر تنضف بكل سهولة، فقلت انا مش هجيب حاجة من عندي، انا هنزل اسأل الناس. وسألت الناس فعلا، واللي قال الصح واللي قال الغلط واللي قال طريقة مش موجودة اصلا، فانا قلت اخد كل الطرق اللي قالوا عليها واطلع اعملها في البيت. وجبت كل حاجة فعلا، الكرشة اتقطعت، وجبت كذا نوع من انواع المادة، وحطيت هنا في البولة شوية والبولة دي شوية، وهنا حتتين وهنا حتتين، وقعدت اقلب واجس كل شوية واشوفها طلعت ولا لا، وفعلا طلعت معايا واتنضفت وبقت زي الفل. وهنا ما ينفعش اوريها للمتابعين لان دي طريقة حرام ومضرة فعلا للصحة، وركنتها على السطح وطلعت تاني يوم ببص عليها لقيتها زي ما انت شايف كده، الكرشة مهرية. وبص كده المادة اللي عليها، بص كده، بص مادة، دي مادة مش شوربة. فيا جدعان الكرشة اتهرت، لما الكرشة بتاعت العجل اتهرت امال كرشتنا احنا هيحصل فيها ايه؟ هيحصل لها ايه؟ ما بيحصلناش دلوقتي، هيحصل لنا على المدى البعيد، لكن الاطفال هتتصاب اصابة مباشرة. فعشان كده حبيب قلبي بقول لك لا تاكل الكرشة زي ما هي، لا تنضفها بالمية السخنة قدام عينيك. لو عايز تعرف نتفت ازاي بالمياه السخنه سايب لك فيديو في الوصف ونشوف الناس قالت ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخويا وحبيب قلبي. عندي بالصلاه على حضره النبي 150 الف متابع على اليوتيوب بيسالوني الكرشه بتنضف ازاي. قلت لهم هسال الناس، تمام؟ وبسالك انت اول واحد معايا. مياه سخنه عاديه. مياه سخنه عاديه بس؟ ولا اكتر ولا اقل؟ مفيش اي طريقه تانية حبيبي؟ مياه سخنه عاديه. تسلم يا غالي. الكرشه بتنضف ازاي؟ من غير دلل ولا اضرار، ملح ليمون وربنا، احنا جزارين وعارفين. عايز انضف دي بعد ما طلعت من الثلاجه، انضفها ازاي؟ ميه سخنه بعد ما تطلع من الثلاجه. ومعانا اول واحد كذاب يا جدعان، معانا اول واحد كذاب. وعايز انضف دي بعد ما طلعت من الثلاجه، انضفها ازاي؟ دول يا جدعان مش هينفع يقولوا. طب البطاطس بيضحك عليك بايه؟ عليه. الله يبارك لك. يعني مش ميه سخنه. الكرشه بتنضف ازاي يا غالي بعد ما تخش الثلاجه؟ ها؟ اخويا وحبيب قلبي. متابعيني بتسالني الكرشه بتنضف ازاي؟ ازاي؟ ما انا قلت اسال لهم الناس عشان انا مش جايب حاجه من عندي، اعمل اللي الناس بتقول عليه. ميه سخنه بس كده؟ اه بس. في حاجات تاني باين؟ ايه هي بقى الحاجات التانية؟ عايز اسألك. ما انا معرفش، انت بتقول لنا انت بتنضف ازاي؟ لا لا خلاص لما اعملها بقول لك. مش بتنضف ازاي بعد ما تخش التلاجة؟ لا بعد ما تخش التلاجة محتاجة على طول كده بطوس، انما لو محتاجة ايه؟ بطوس. بطوس؟ لا ملح ليمون ماشي. ايوه. انما مية سخنة ما تطلعش. ميه سخنه ما تطلعش. ما تطلعش. يبقى حلها بالبطاس. اه ملهاش حل الا بالبطاس يا ملح الليمون. قاعد في التوك توك واقول له الكرشه بعد ما تخش الفليزر بتنضف ازاي يا حبيب قلبي؟ والله هي الكرشه بتحط عليها مواد وميه نار عشان تنضف. بتحط عليها ايه؟ ميه نار في المذبح هنا عشان يطلع منها الوسخه اللي فيها. وهنسال اخويا حبيب قلبي بتنضف ازاي بعد ما تخش الفليزر؟ ممكن تحط عليها جير وتنضفها. بالجير؟ اه. ممكن تحط عليها ميه نار وتنضفها. ميه نار؟ اه. ميه نار او جير؟ اه. الكرشه بتنضف ازاي يا جدعان بعد ما بتطلع من الثلاجه؟ بالميه السخنه برضه؟ اه. قولوا الحقيقه. اه. جير. ايوه. تنضف قوي. ان بعد ما بتطلع من الثلاجه ميه سخنه ما بتنضفش. الله يبارك لك. او جير. الله. وده صحي؟ لا ده مش صحي. الله يبارك لك. ده غرر. ومعانا واحد كمان شغال في الشغلانه وهو نساله الكرشه بتنضف ازاي بعد ما تخش الثلاجه؟ بالطاس. وبتتاكل عادي وتمام التمام؟ عادي وبتتغسل وعادي. حبيب قلبي. وميه بكربوناته. ميه بكربوناته بس؟ قلبي الغالي. الكرشه بتنضف ازاي يا صاحبي؟ والله ما اعرف ولا باكلها عادي. ما تعرفش ولا بتاكلها؟ ولا بطيجي. ومعايا اخويا وحبيب قلبي وهساله الكرشه بتنضف ازاي بعد ما تخش الثلاجه؟ انا اعرف ان الكرشه بيطلعوها من الثلاجه بيحطها في برميل. اه. بيحط عليها بطاس ومن بعد البطاس بينضفوها. بتنضف بيها غالي؟ ملح ليمون. ملح ليمون بس ولا اي حاجه تانية؟ سمعت يا غالي؟ سمعت الكرشه بتنضف بايه؟ ها؟ خدت بالك طبعا وركزت في الكلام ولا نعيده تاني؟ اكيد ركزت. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. الملح الليمون بيتحط على التمر وبنشربه.
صح؟ بيتحط على التمر هندي وبنشربه، فدوت يعني عادي بس بيخلي طعمها مزز ومش حلوة. نخش على تاني حاجة وهي الجير. الجير بيتحط على جلد العجل، وجلد العجل ده بيطلع منه سلاتة، والسلاتة دي بتدخل في الجلاتين، والجلاتين بيتعمل منه الملبل، فبرضو بيخش في الاكل بس برضو وحش. نخش بعد كده يا معلم على بسم الله الرحمن الرحيم على البطاس. البطاس بيتعمل منه الزيتون الاسود. ايوه الزيتون الاسود ده بيسووه بالبطاس مع صبغة مع بطاس مع زيتون اخضر، بتبص بتلاقيه طلع لك زيتون اسود. تمام. طب انا عايز اوصل لك ايه؟ عايز اوصل لك ان الحاجات دي بتضر كلها، سواء التمر هندي مش حلو، سواء الملبن والكلام ده، طالما بيخشوا الكلام ده برضو مش حلو. الزيتون الاسود مش حلو، الكرشة مش حلوة الا في حالة واحدة بس، لما تقطع من عند حد الكيلو ويسخن لك مية ويعملها قدامك. تمام. غير كده يبقى تتاكل زي ما هي. ليا فيديو هنا على القناة، خشوا شوفوه، وانا باكلها زي ما هي. العنوان بتاع الفيديو ايه؟ عنوان الفيديو مش هتتعب في الكرشة من هنا ورايح، بس خش اتفرج على الفيديو دوت، واتفرج على الفيديو اللي في الوصف. الطريقتين دول اللي تاكل بيها كرشة بس، والناس اللي بتبيع الكرشة بالطريقة ديت وبتحب السهولة وشقلب وقلب ديت، ها المكسب اللي بتكسبوه هيتفتح له 100 باب، هيتفتح له 100 باب، هتجيبه من هنا هتلاقيه طلع من هنا. لكن انت يا حبيب قلبي لو اتقيت ربنا هيقفل لك البيبان اللي بتتفتح دي. ايمان زائد تقوى يساوي بركات من السماوات والارض، مش من الكرشة والوجع القلب بتاعك ده. هتفضل تشقى في الدنيا كده ومش هتاخد منها حاجة. والله اجري ورا الدنيا هتديك على قفاك، تجري ورا الاخرة هتلاقي الدنيا هي اللي بتجري وراك. فبناقص تشيل ذنوب على قلة فايدة، والفلوس اللي شلت بيها الذنوب هتطير منك، مش هتنفعك. والمتابعين انا قلتلكوا يا متابعين يا حبايب قلبي يا غاليين، قلتلكوا الكرشة بتنضف ببلاوي سودا، وانا ما جبتش حاجة من عندي. انا عارف كل حاجة طبعا، بس ما جبتش حاجة من عندي، قلت اجيب الناس اللي في الشارع واللي في الشغلة، كلكوا عارفين بمعنى الاصح، كله عارف ما عدا الناس اللي في بلاد بره اكيد ما وصلهاش الكلام ده. لكن احنا عندنا هنا في مصر سهوله يا باشا، الزيتون يستوي بسرعه، اديله بطاس وصبغه بقى زيتون اسود اللي هو لسه اخضر. التمر هندي نفس الكلام، ودي حاجه عارفينها بنشربها، والمصيبه ان احنا بنشربها. في حاجات كتيره يا جدعان، في حاجات كتيره مضره، يعني مش في الشغله بتاعتنا احنا بس. انا بجيب الطماطماية حمرة من برة ومن جوه خضرة، معناه كده ان المزارع نفسه الله يسامحه بيعمل ايه؟ بيديها كيماوي. الكيماوي ده بيفور الحاجة بسرعة، بيفورها بسرعة، وده بيجي على صحتنا احنا في الاخر، عشان ينجز ويبيع وتطلع غيرها ويكسب، والفلوس مش هتنفعه، هو مش واعي للحتة دي، يعني مش واخد بالك ان انت هتموت. يعني يا غالي مش هتموت، هتعيش فيها حياة ابدية. شوف جدك ولا ابوك ولا كله راح، كله ماشي منها، محدش قاعد فيها يا جدعان. الواحد لو ملك الارض دي باللي عليها مش هيرتاح، لان السعادة في طاعة الله والراحة في الجنة بس. وبكده يا جدعان اقول لكم خلصت، ها خلصت موضوع الكرشة بالله، خلصت. السلام عليكم.